قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة يسأل عن شرح هذا الحديث نعم البردين المراد بهما الفجر من من صلى البردين الفجر و والعصر نعم. الفجر والعصر هذا البردان من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العصر فهو في ذمة الله حتى يصبح نعم